شيء من الثمر، لكن يؤكل يا لا لا ما يؤكل لا ما يؤكل لا لا ما يؤكل. احنا عندنا عاداتنا وتقاليدنا ما ناكله. لا في ناس ياكلونه ما ادري احنا ما ناكله. لا في ناس ياكلونه يمكن لا هو اليوم ظروف غير مناسبه لها، وهي نمت معناته كانت في ظروف في الماضي مناسبه لها، الان غير موجوده، ما نعرف مجهوله عنه ولا وثقه. فهذا اول ما يتبادر للذهن من ناحيه علميه، انه هي كانت موجوده في زمن ناسب ظروف نموها فنمت وترعرعت وازدهرت كما ترى، ويدل على ولم يتكرر هذا. تغير هي ما تكرر، ما تغير ما تكرر، ما جاء نفس الظروف. الان تغيب معها سلسله من الحيوانات ما تتخيل. لا اله الا الله، لا ما تتخيل. يعني اللي كنت اقوله باختصار، انه لا يتبادر لذهن الشخص لما نشوف شجره مثل هذه نادره، انه هي ذهابها او حضورها يتعلق بها هي كنبته لحالها. ابدا، النبته هذه معها بولينيترز خاصه بها، اللي هو ملقحات، مجموعه من الحشرات تلقح ثمارها. اذا غابت الشجره فلنعلم يقينا انه حشراتها المتزامله معها غابت، وان غابت هذه الحشرات غابت الطيور غالبا اللي تتغذى على هذه الحشرات، وهي مجموعه، وبذلك السلاسل الغذائيه متصله ببعض تروح من المنطقة إذا راحت نبتة واحدة. فلا نتصور أنه هذه قائمة بذاتها الحالة، إذا راحت راحت لحالها، لا، يغيب معها سلسلة طويلة ويختلف الاستقرار النظام البيئي في المنطقة إذا غابت هذه واحدة، وإن شاء الله أننا نكثرها بإذن الله. الآن في لها بذور مليانة هنا في الوادي، مليانة أرضية بذور يسموه سيدز، يسموه سويل سيدز بانك، سيدز بانك. سليم واحدة نابتة تحت، في واحدة؟ لكن لا ظروف، إذا توفر ظروف مناسبة راح تنمو إن شاء الله. حبتي إذا جات الظروف. كيف الدكتور شوف هنا كيف بدأ يصير؟ أيوه عجوز، شايف عجوزة، عجوزة. هذه طقة عمرها. أنا بس جاها مدري. هي ما هي هنا، هي شمال أفريقية. صح. هي في شمال مصر، في شمال القارة الأفريقية منتشرة أكثر منها. ترى هنا يا دكتور بالنسبة لامتدادها الآن بالفقرة في الأبرقين وفي وادي ظل موجودة. موجودة وجهة 13 ولاب موجودة، شفت زيتون. بس المعجيب انها بمستوى عمر قديم، يعني ما فيها شتلات قديمة. هذه حياة.